بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، في ظل هذه الأحداث التي نعيشها اليوم، لابد أولا أن نترحم على الشهداء، أن نتذكر ماذا قال لنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عن حالنا الذي نعيشه اليوم، كيف أنبأنا عن الواقع وما هي الحلول، وبماذا نصحنا هذا النبي الكريم عندما تكثر الفتن ويكثر الهرج ويكثر الظلم. تملأ الأرض ظلما وجورا، ماذا نفعل؟ استيقظ حبيبكم عليه الصلاة والسلام ذات ليلة محمر الوجه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا خص العرب تحديدا؟ انظر معي أخي الحبيب، النبي يصف حالنا اليوم، هذا الحديث قاله قبل أكثر من 1400 سنة، وخص العرب لأن مشاكل العالم الإسلامي تقريبا موجودة في العالم العربي. يعني انظر إلى دولة مثل إندونيسيا، فيها أكبر عدد من المسلمين، أكبر دولة إسلامية إندونيسيا، فيها أكثر من 220 مليون مسلم، وهذه إحصائية قديمة أتذكرها، العدد الآن أكبر بكثير. الهند فيها أيضا أكثر من 200 مليون مسلم، وبالإضافة لباكستان ودول فيها أعداد هائلة من المسلمين، ماليزيا وغيرها. ولكن مشاكل العالم الإسلامي موجودة في عند العرب في الوطن العربي أو في أجزاء منه. ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتح من يأجوج اليوم مثل هذه، يعني أشار بيده، يريد أن يصور لنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه فتح جزء من يأجوج. وطبعا أنتم تعلمون أن يأجوج ومأجوج ذكرا في القرآن، وهما من علامات الساعة، حتى إذا فتحت يأجوج، يعني فتحت بالكامل، فتح لهم أن يخرجوا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يخرجون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا. انظر إلى هذا الموقف العجيب أخي الحبيب. يأجوج ومأجوج، نحن نعلم أن سيدنا ذا القرنين صنع ردما من النحاس والحديد، وهو خليط قوي جدا. على الرغم من شراسة هذه المخلوقات يأجوج ومأجوج، والله أعلم بحقيقتهم طبعا، إلا أنهم لم يستطيعوا نقب أو ثقب هذا السد القوي جدا. فالحقيقة يعني يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، إذا خرجوا ستحدث فوضى عارمة جدا على الأرض، سيبتلعون الأخضر واليابس، وستصبح هناك فوضى، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن هذه إشارة حدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام
هذه الإشارة تقول هناك فتحة صغيرة فتحت من يأجوج، وكل يوم هم يعملون على توسيعها. لا ندري متى ستفتح يأجوج ومأجوج، ولكن القرآن حدثنا عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ذلك وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. طيب، الذي تعيشه الأمة العربية الآن وضع سيء جدا. إذا نظرنا إلى الحروب، إلى الدماء التي تسيل، إلى كثرة القتل، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني يا رسول الله هناك أناس صالحون، هناك أناس يعبدون الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، عندما يكثر أهل الشر ويتكاثر الظالمون ويكثر الظلم، فالله يهلك الجميع بمن فيهم الصالح، ولكن هذا الصالح يموت كشهيد ويموت على الإيمان. هو هكذا سيموت، كلنا سنموت أيها الأحبة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنا الآن كل دقيقة تمر من عمري أصبحت خلفي، وأصبحت أقرب لملاقاة الله عز وجل، وبالتالي نحن كلنا نسير نحو لقاء الله عز وجل. ولكن هناك فرق كبير أن تموت صابرا محتسبا مؤمنا، أو أن تموت لاهيا تعبث وتغرك الحياة الدنيا ومنشغل عن لقاء الله وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. اليوم أيها الأحبة، الكثير من الناس غافلون عن آيات الله، غافلون عن لقاء الله. الهم الأكبر اليوم لنا ليس لقاء الله، بل ليس آخر هم، بل غير مطروح على قائمة أعمالنا للأسف النسبة العظمى. يعني لو سألنا اليوم كثير من الناس: ما هو هدفك في الحياة؟ يقول لك: أريد أن أحصل على بيت، على طعام، على مأوى، على صحة، تعليم، علاج، طعام لذيذ، مستقبل لأولادي. تجد يضع لك قائمة طويلة عريضة بطموحاته وأهدافه. طيب أين لقاء الله؟ غير موجود. فلذلك عندما وصلنا إلى هذه المرحلة، وهذا النبي أكد ذلك: نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا. وهذا ما نراه الآن في فلسطين وغيرها من بقاع العالم الإسلامي للأسف. طبعا أيها الأحبة، يعني هذا الحديث مهم جدا أن نتأمله. هناك سلسلة طويلة جدا من الأحاديث التي أنبأنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، لم يتركنا حائرين، لم يتركنا للقدر أو للمصادفات، لا، بل إن النبي حدثنا عن أشياء سوف تحدث ونحن نراها الآن. الحديث الذي تحدثنا عنه آنفا عندما أكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمم ستجتمع وتتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني مثل مجموعة من الذئاب تنهش في الفريسة. انظر إلى هذه الصورة الدقيقة. الفريسة هي ضعيفة، والكل ينهش يسرق ثرواتها وخيراتها، بل ويميتها
فوق ذلك. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر إلى هذا التعبير الدقيق. والسبب أو التشخيص، تشخيص هذا الداء حسب ما أكد النبي عليه الصلاة والسلام، هو أننا جعلنا في قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت، لذلك نزعت المهابة من قلوب أعدائنا. وبالتالي أيها الأحباء، النبي هنا يحذرنا نحن كعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، يحذرنا أن نصحو، أن نكثر من عمل الخير، لأننا سننتصر بأعمالنا وليس بقوتنا. القوة هي لله، إن القوة لله جميعا. نحن عباد ضعفاء، وكل البشر ضعفاء. المسلمون بماذا انتصروا أيها الأحبة؟ بقوة الإيمان وليس بقوة السلاح، لأن قليل من المؤمنين هزموا أعظم حضارتين سيطرتا مئات السنين، الحضارة الرومانية في الغرب والحضارة الفارسية في الشرق. أعظم حضارتين كانت تقوم بينهما حروب ويتصارعان، وقوى عالمية، كان هناك قوتين عالميتين. فانظر إلى هؤلاء العرب المؤمنون، خرجوا من صحراء الجزيرة العربية لا حول لهم ولا قوة إلا قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان وحب الخير بينهم والتعاطف بينهم، وكانوا يعملون كيد واحدة كرجل واحد، هو الذي نصرهم على أعظم حضارتين في ذلك الوقت، وتشكلت الحضارة الإسلامية التي دامت مئات السنين، أكبر حضارة في التاريخ، تمتد من الهند إلى إسبانيا أو إلى حدود فرنسا، حضارة وقامت على العدل ليس الظلم، قامت على المساواة، على المحبة، على حب الخير للآخرين. لذلك أخي الحبيب، الحل اليوم هو العودة إلى الله. وأنا اليوم طبعا لدي سلسلة من الأحاديث إن شاء الله، نحاول كل يوم أن نتأمل حديثا نبويا شريفا يصف حالنا الذي نعيشه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الأحاديث عبثا، لم يقلها للتاريخ، لا، هو قالها لنا، يخاطبنا وكأنه موجود بيننا، لأن الله يأمرنا أن نطيع هذا النبي، وأطيع الله وأطيع الرسول. طيب أنا اليوم كيف أطيع الرسول؟ أطيعه من خلال كلامه الذي وضعه قبل 1400 سنة ليصلني أنا اليوم لأتأمل وأتدبر وأعلم أنه لن ينجيني إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أعددت نفسي للقاء الله وطبقت تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفوز. حتى لو مت، ما كلنا سنموت أيها الأحبة، يعني الذي ينجو من حرب أو من مرض أو من حادث أو من غرق، يعني هؤلاء الذين قصفوا في مشفى في غزة، والمشافي كلها هناك طبعا معرضة لذلك، هؤلاء هربوا من مكان إلى مكان آخر، وربما قبل ذلك هربوا من عدة أمكنة، حتى وصل بهم الحال إلى هذه البقعة التي أراد الله سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها أن يكون مصيرهم هنا، أن يقضوا نحبهم هنا. وبالتالي أنت ستفر من قضاء الله إلى قضاء الله، لا مهرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، ضع أول أهدافك أن يكون لقاء الله. يجب أن تضع أول هدف لك هو لقاء الله عز وجل، سترتاح جدا.
سيتلاشى حب الدنيا من قلبك، ستصبح الدنيا لا شيء بالنسبة لك، سيصبح لديك هدف هو لقاء الله عز وجل، فتبدأ بالعمل على مرضات الله وستشعر بسعادة رائعة جدا لا يستطيع أن يصفها إلا من عاشها. نسأل الله عز وجل أن يكون أول أهدافنا هو لقاء الله، وأن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.